ليه فوائد تانية كتيره جدا اكتر من الفلوس. بمعنى ايه؟ لما اربط ميناء السخنه بميناء اسكندريه وبميناء جرجوب، المناوره بين المواني دي بالبضاعه دي ده مكسب كبير جدا. طب لما اجي النهارده اربط ما بين الغردقه كمقصد سياحي في سياحه الغوص وسياحه الاقصر واربط في نفس اليوم الاقصر مع سياحه ثقافيه، السائح يقدر يجي في الغردقه وفي نفس اليوم يروح الاقصر ويرجع تاني، او يروح من الغردقه القطر، لان القطر ده هي بقت شبكه، القطر يطلع من الغردقه للاقصر وهنا هنا والاقصر، يقدر يروح اسوان، يقدر يروح ابو سمبل في نفس اليوم، يقدر يطلع فوق اسيوط في الشبكه مرتبطه ببعضها. غير نقل البضائع، مش يعني مش هوضح بقى منين لفين ومنين لفين، خلاص نقل البضائع عموما ما بين المناطق الصناعيه والمناطق الخدميه والمناطق ده، زائد السياحه اللي احنا مسارفين ان احنا ننميها، زائد ربط اقاليم مصر كلها ببعضها اللي هنشوفه. ربط اقاليم مصر ببعضها كلها. اتفضل يا فندم. انت لما يبقى عند حضرتك استاذ احمد قطر شايف اسكندريه، جا كده الخط الاول وهيرخد ده اللي احنا واقفين فيه، اللي احنا واقفين فيه احنا بالظبط هنا في محطه السخنه. محطه السخنه ده جاي كده لحد القاهره، لحد العاصمه الاداريه الجديده اهي، ثم محمد نجيب اللي هي القاهره الجديده، ثم القاهره دي اللي هي في حلوان، ثم في منطقه الجيزه، في الجيزه التبادليه اهي اللي هي هيربط مع السكه الحديد الحاليه اللي هي ماشيه هنا، ثم اللي هي دي كويس، ثم هنا اكتوبر محطه مركزيه، محطه مركزيه تبادليه، تبادليه يربط ما بين القطر السريع والقطر الديزل والديزل، اللي رايح الصعيد وعايز يركب القطر الديزل وجاي من السخنه موجود اللي جاي من اسكندريه وعايز يركب القطر الديزل ما يروحش القطر السريع موجود الصعيد موجود. طيب لما يكمل كده حدائق اكتوبر ثم 6 اكتوبر ثم سفنكس، كل ده في نطاق اكتوبر لوحدها، ثم السادات ووادي النطرون والنوبريه برج العرب، يخش يمين اسكندريه تقول لحضرتك ايه، بعد العمريه خش اسكندريه قلب اسكندريه، وبعدين الحمام العالمين الضبعه راس الحكمه لحد مطروح. عظيم. لما يربط كل الاقاليم دي سهل على اهالينا المصريين في التنقل، بيتحركوا التنقل ما بين. طب لما تبقى هنا بالظبط، هنا لما تبقى هنا طريق واحد، طريق واحد هو اللي ممكن يتمشى عليه طريق الصعيد الصحراوي الغرب، وجنبيه القطر الديزل اللي موجود. شايف رابط منين لفين؟ من القاهره حتى ابو سمبل. طريق واحد وخط السكه حيد واحد. صحيح. لما بنيجي دلوقتي عايزين ننقل بضائع ما بنعرفش، لان السكه مشغوله، السكه 55-60% من سكان مصر هنا ساكنين في الصعيد. صعيد. طب عايز تربطهم بالقاهره العاصمه بالاسكندريه بالدلتا، طب تحركهم ما بين، احنا عندنا ما بين كل قطر وقطر في بعض الاحيان ربع ساعه، وبعض الاحيان 10 دقائق، وبعض الاحيان لما تبقى واسعه كثافه في مشغوليه في مشغوليه كبيره جدا. طب ما عدناش قادرين نحمل بقى الخط ده تاني. الخط الحالي مش قادرين نحمله. جه علمنا الاستاذ الدكتور فاروق الباز وقال ان مصر بتميل في اتجاه الغرب ولازم يتعمل وادي موازي لوادي النيل الاصلي.